لك ما تعرفش ان الاولاد بيتعشوا بره؟ ما يرونيش العفاريت، ادخل ولا ارجع ولا اعمل ايه؟ لا ابدا، تحت امرك، اتفضل. وتشكر. دنيا خربانه يا سيد، خربانه. اللوحة دي أنا اللي رسماها. إزاي ما لفتتش نظري لما دخلت الشقة قبل كده؟ دي قمة في الإحساس. اللوحة بتتكلم، سامع حضرتك؟ بلاش مبالغة، دي لوحة بسيطة جدا. اسمحي لي أقول لك يا هانم، أنت موهبة مرمية في العمارة دي. ربنا يخليك. سوري على لفظ مرمية، أنت موهبة مدفونة في العمارة دي. إيه الجو ده؟ رومانسيه وكده؟ حياتك وحيد، انت بتزعق ليه؟ انا بحب ازعق في الاماكن الهاديه يا ستي. متر بيحة بيحة، وطي صوتك. انا مقفر وشارب خمره. انت بتشرب في خمره؟ انت فايز احلام يا رب. ويا ترى حضرتك اللي بتختاري الالوان ولا بتيجي معاكي كده؟ تيجي معايا كده؟ لا، انا اللي بختار الالوان. انت فظيعه فظيعه فظيعه، حتى العقد نفسها قطعه فنيه. ده الذكرى اللي فضلاني من مرحوم جوزي. اصل كان كل ما يخلع سنه احتفظ بيها. لما مات لقيت عندي طقم، عملت عقد، بحس بالامان قوي من نفسها. يعني دي سنان جوز حضرتك؟ انت كنت متجوزه جمل بقى. ممكن فنجان قهوه؟ واضح ان الكلام بيننا هيطول. حاضر، هعملها حالا. من فضل حضرتك، كنت اكلت قبل كده حاجه عندكم مشطشطه كده؟ لا، ما بحبش الشطه، انا تعبان بتعب منها. الدكتور قايل لي ما تاكلش شطه. خلاص بلاش، بعد شويه بعد اذنك. شكرا. وحيد انت عصبي كده ليه؟ ولا عصب ولا حاجه يا ست. وحيد انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده، انا هعيط. يا طايا انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني، واخد ناصيه كمان. واو، ايه الكلمه اللي اولها بي واخيها كيف؟ مفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من البرد. كان يا مكان، كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوسته اسمها هيام، وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ تصبح على خير يا انسة هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي دي بتغيظني. رب رب، معجزه من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ استغفر الله. في ايه؟ في ايه؟ بابا، هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. وحيد تفهمني غلط يا ابني، ده انا لوحه بترسم. بص. ايوه صدقني يا حبيبي، باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدامي يا بابا. لا يا بابا، زي ما انت كده بجنازيرك، اتفضل قدامي. اتفضل اتفضل. استر لحمك، كفايه فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا تقولش كده، انا اترسبت بمزاجي وببلاش. انا اتضحك عليا، اتكتفت يا ابني. وحيد وحيد، كنت هتفضل كده مش عاوز تبص في وشي؟ انا ممكن اريحك مني. ايوه انا هرمي نفسي من بير السلم. بابا بابا. قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عمال تترسم وتلف جنازير حوالين صدرك، عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي؟ بابا انا بضيع يا بابا، انا بضيع يا بابا.
ما شاء الله انا ما شفت الجنيزه بتخلص بالسرعه دي. اه والله ده تقرير المستشفى طالع 100 100. ده انت لو حاولت تنتحر مش هتعرف يا راجل. الحمد لله اظن لي كده بقى مش ناقص حاجه. مش ناقص غير امضه المدير بس. ادعي ربنا عشان نلحقه. يا ترى الباشا موجود؟ ايوه موجود بس عنده ضيوف. خلاص استناه ما يخلص. انا كده هتاخر، انا عندي تصوير. هنيجي 100 مره اقول لك العصبيه دي مش هتنفعك، وبعدين انا قلت لك هخلصك النهارده يعني هخلصك النهارده. ده انا بعمل فيك معروف هتدعي لي عليه، والله هتدعي لي. ادينا قاعدين. اتفضل اتفضل. يا باشا يا باشا يا باشا يا سعاده بيه يا فندم يا فندم. بيه يا وحيدي حبوليس يا فندم. لا يا فندم دي المرة دي مضمونة 100%. دي البوليسة اللي هترجع ثقة حضرتك فيها إن شاء الله. البوليسة دي لمين؟ اه يا فندم ورا حضرتك. ايه الكائن ده؟ ده يا فندم مليجي أبو العنين، أعظم دوبلير أنجبته السينما المصرية. ده يا فندم لو تركز في وشه اللي عمل النطة بتاعت أحمد السقا فيلم أمريكانو. أيوه أيوه زي ما أنتوا شايفين إنه العملاء بيتهافتوا على شركتنا، وده بيرجع لثقة العملاء بشركتنا. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، شوكت باشا مش مخلينا محتاجين حاجه كموظفين والله. يا فندم ده التقرير بتاع المستشفى. ايوه يا فندم. ايوه ودي شهاده المخالفات. تمام مش ناقص بس يا باشا غير امضه ساعتك يا كريم هنا يا فندم. ماشي ماشي مبروك مبروك يا ليجي. الله يبارك فيك. طب انا مضطر امشي بقى عشان عندي شغل. مع الف سلامه يا حبيبي. مع الف سلامه اخويا. اشوفك ان شاء الله. مع الف سلامه. مع الف سلامه. شركتنا قادرة على العطاء. انا ايه اللي بيحصل لي ده يا عم شريف؟ يا عم احمد ربنا انه ما ماتش. ما هو كده كده هيصرف البوليسة. نفسي اجيب بوليسة تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف. كمل يوم واحد من غير ما تتصرف؟ طب ما تأمن على الفنانين. ما هو بره مثلا شاكيرة بتأمن على مناطق معينة. تاخد نمرة ليلى علوي؟ ابوس ايدك. حاضر. ولا اقول لك بلاش ليلى علوي عشان هتقول لك جبت النمره منين وانا بيني وبينها مشاكل. لا مش عايز اعمل لك مشاكل يا عم. انت تعرف نيلي كريم؟ نيلي دي حبيبتي. تاخد تليفونها؟ اه بس افرض انا اتصلت بيها دلوقتي لقيتها نايمه ولا حاجه. نايمه ايه يا عم دي بتصور دلوقتي؟ بس انا معاها جوه الفيلم. هات تليفونك كده بقى. هديك تليفون انا. خد اخويا. بس انا خدتها سرقه كده هو من البيت اللي لبيسه بتاعتك اهو اهو. اول مره اكشن. بنت الحاره يا بنت الحاره حبيتك يا ام حلا طاره حبيتك يا ام حلا طاره. شبه الخوخة وكلامها موصوف للدوخة وكلامها موصوف للدوخة. اه يعني منها اه يعني منها قتلني سود عيونها سود عيونها. وموعداني وموعداني تابني على البر الثاني. انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي. انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي حدفت للمنديل البندي. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد وكمان بتغلطي في اسمي. انا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ الحمد لله. طب ايه الزفت ده؟ موبايلات تبطل. نحترم نفسنا شويه. ما بتردش يا معلم. وراها وراها بتصوت بتصوت. وانا يا عم هسيبها لان حافظ وراها لحد الصبح. سلام اخويا. سلام حبيبي. مؤاخذة يا راجل. مروحة. هو
هوا. ايه ده يا اساتذه؟ بتقولي لي انك بتشتغلي ممرضة؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد! وكمان بتغلطي في اسمي؟ انا وائل جوزك يا فجرة! وائل؟ سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك، بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ اطمني يا حبيبي. وحشتيني، وحشتيني قوي. استوب! اسفين يا استاذ هاني. اسفين يا استاذ، موبايلاتي يا اساتذه، موبايلاتي يا اساتذه. اسفين يا استاذ هاني. مش ممكن، مش ممكن، دي اهم لحظه في الفيلم. معلش يا استاذ، والله مش قصدنا يعني. لا يا جماعه لا، ده انا يعني لحظه البوسه دي بالذات يعني ببقى مركز فيها ومجهز شفايفي، اي حد يخرجني بلاقي الشفه بترف. بترف يعني بترعش. اسفين يا استاذ هاني، شفايفك ولحضرتك والكل حاجه بترعش عندك. اسفين يا استاذ. موبايلات! موبايلات! وخمسين سبعة تاسع مرة. أكسن! اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد، خالد، وكمان بتغلطي في اسمي يا فجرة.